نعم مريم، مثل ما قلت اليوم تنطلق اليوم فعاليات الدورة السابعة من سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي اللي تستمر حتى 13 من نوفمبر الجاري هني بمركز مدينة جميرة للمؤتمرات والفعاليات بمشاركة نخبة من رواد الصناعة على مستوى العالم والمتخصصين في قطاع الانتاج الإعلامي وأيضا الترفيهي، أيضا هنا الموزعين ومقدمي خدمات البث يتواجدون هنا أيضا. يشكل هذا الحدث ملتقى بارز للمؤثرين في القطاع، حيث يقدم أيضا سلسلة من العروض الحصرية على مدى يومين من الزمن، ويوفر أيضا منصة لتأسيس شبكات التواصل الاستراتيجية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لإجراء مناقشات رفيعة المستوى تهدف إلى صياغة مستقبل المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وأيضا شمال أفريقيا وغيرها. اليوم سيجمع سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي 2024 أكثر من 800 متخصص من 50 دولة حول العالم، بما فيها ذلك كبرى المؤسسات الإعلامية وشركات التوزيع العالمية. اليوم تشهد هذه الفعالية مشاركة ما يزيد على 87 جهة عارضة، مما يتيح للمشاركين القدرة على استكشاف أحدث الاتجاهات في صناعة المضمون الإعلامي والتواصل مع كبار صناع القرار هنا في المجال واستثمار إمكانيات التوزيع على المستوى العالمي. تضم قائمة العارضين البارزين اليوم مثل الجهات هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية وإنتر ميديا وزي للمشاريع الترفيهية أيضا اللي تشارك هنا، وفوكس جلوبل وبلو أنت ميديا أيضا للترفيه تشارك هنا. يعقد في هذا الاجتماع أكثر من 1300 اجتماع عمل يركز على التفاوض وإقامة شراكات في إنتاج المحتوى، مما يجعل السوق اليوم وجهة رئيسية للمختصين في هذا القطاع. الجميع يتواجد هنا في هذا الحدث الكبير، الشراكات أعتقد راح تكون كثيرة هنا مستمرة في هذا الحدث، وأكيد مستمرين معاكم زملائي الأعزاء بتغطيتنا لهذا اليوم، وتعود لكم الكلمة من جديد.